الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه النهارده بس ان الريال يسجل، يعني ابو صلاح جاب جونين وحكيم زياش جاب جون الفوز لتشيلسي على حساب واتفورد، كانت ناقصه بس ان الريال يسجل. بس يلا الحمد لله ان احنا عدينا من استون فيلا. بس كل ده كوم، والقرار العبقري من رافا بينيتيز كوم تاني ان هو ينزل ديربي الميد سايز يفتح الجيم قدام ليفربول. انت مركز 15 او 14، انت بتنيل ليه يا عم رافا؟ انا عارف ان جمهور ايفرتون مش طايقك اساسا من اول ما مسكت عشان خاطر انت كنت بتدرب ليفربول، فانت عايز تنزل تفتح الجيم قدام ليفربول وانت معكش عناصر تساعدك ازاي يا ابن المجنونه؟ ما هو الواحد عايز يفهم برضه يعني. انا عارف ان انت نفسك الجمهور يساندك، وعارف ان انت عندك مشاكل هجوميه من ساعه كالفرتولين متصاب ونص الملعب ضايع بسبب غياب اندريه جوميز، وبتعاني برضه بسبب غياب سيجارسون، يعني اهم ناس في الفرقه عندك ضايعه، تنزل زي خلق الله تلعب زون ديفنس؟ لا انا بلعب ديربي ميرسي سايد. البس اول ربع ساعه، اول ربع ساعه راح لابس جن بتاع هندرسون وبعديها مرتده ابو صلاح هطلع يعني على عيني. انت بتلعب والكره معاك، حد خلي اتنين يمسك ابو صلاح يا حبيبي، معروفه دايما كده، روح امن على ابو صلاح او امن على ماني، لان انت هتتلبى مرتده، هتتلبى مرتده، فانت بتفتح الجيم وما عندكش ادوات، البس بقى يا ابن الحلال. ليفربول بعد ما جاب الجون الثاني نزل الاداء، وليفربول معروف يعني ان هو ما بيسخنش غير لما يدخل في جون، وفعلا ديمراي جراي سجل فيهم الهدف الاول في الدقيقه 37. دخلنا الشوط الثاني 2-1 يا جماعه، يلا في حد هيسجل، في حد هيسجل عشان خاطر ابو صلاح يجي يقول لك انا الجوله اللي فاتت ما سجلتش صح؟ اه ما سجلتش، طب هجيب هعوض بقى، هديك بونص انا لسه مكابتني. عاش ابو صلاح، عاش والله، هذه اخلاق ولدنا صلاح والله، عاش ابو صلاح. عشان خاطر ليفربول ينهي المباراة بالهدف الجميل بتاع جوتا، الهدف الرابع، علشان ليفربول يدي رافا بينيتيز على عينيه كما كان متوقع في ديربي الميرسي سايز. أما الحمد لله رب العالمين بقى، مانشستر سيتي قدر يلحق بالهزيمة الأولى للأسطورة جيرارد، ستيفن جيرارد، هو الواحد تقريبا من كتر ما بينطق جيرارد بيكيه نسي ستيفن جيرارد. ستيفن جيرارد كسب ماتش تقريبا وتعادل ماتش، وكان بيلعب قدام السيتي النهارده. كان نفسي بصراحة نعمل معاه الغلط ونعمل معاه سكور، بس للأسف الفرقه ضايعه بدنيا، واقعه بدنيا، وناصر اكاي موجود في الملعب، ورحيم كاكا موجود في الملعب، فمش منتظر منك انك تعمل سكور، انا منتظر منك حاجه واحده بس، اطلع بالثلاث نقاط. انا مش عايز كوره جميله ولا الكلام ده، لان الفرقه واضح ان احنا داخلين على ازمه بدنيه، داخلين على ازمه بدنيه بنعاني منها اساسا. فيلا يا معلم، ما عنديش اي مشكله خالص انك تعمل لي شوت اول كويس، كره من رجل لرجل كالعاده، بلعب اغلب الوقت في منطقه جزاء استون فيلا. بس بعد ما سجلنا الهدف الاول استون فيلا يعني بداوا ان هم يباصوا ايميليانو مارتينيز عشان خاطر هو اللي حركهم، اللي هو الواد قلب مرمى النار مره واحده، اللي هو بيبني لهم اللعبه من تحت، وبسم الله ما شاء الله مش عارفين يبنوا اللعبه من تحت. طب بتبنوا من تحت ليه؟ بوتشيتينو علمنا كده في التنهام ان احنا حتى لو معانا لعيبه تعبانه نبني بيها برده من تحت. طب ابني بيها يا حبيبي من تحت، ابني بيها من تحت. بس عجبني جدا السيتي النهارده، مرتده عالميه، بس عجبتني جدا المرتده، وعجبني جدا الاسيست بتاع جابي، وعجبني الفينش الاكتر بتاع برناردو بصراحه، ده غير الاداء اللي الريال كان بيقدمه بصراحه. بس هو الفرقه كده شو التاني جت كده، اللي هو خلاص شدنا اللحاف، شدنا اللحاف بجد ونمنا، اللي هو خلاص يا معلم يعني، طب نقفل الماتش بقى، طب نلمها على خير كده. جالنا ناصر ايه؟ قال لك انا موجود، قولي عايز تسجل هدف حبيبي، تعال 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 تعال، بس هنعمل دفاع كويس بعد ما نلبس الهدف. طب اللي هو يعني انت ليه لازم تحطني تحت ضغط ان انا ممكن اللي بتعادل فايدر؟ ليه يعني؟ ليه ايه الفايده بتاعتك انك تضغطني؟ بس عادي، مش انتوا القلائل اللي بتشجعوا مانشستر سيتي؟ البسوا بقى، البسوا ماشي. عدينا على الحمد لله ان هي عدت على الحمد لله يعني، ورحيم كاكا ما ضيعش حاجه يعني. هو كان ماتش اساسا لعبنا شوط اول وشوط ثاني، نزلنا فخدنا ونمنا وخلاص خلصنا. اما تشيلسي بقى، فيمكن من ابرز اللقطات اللي حصلت في ماتش تشيلسي هو اصابه مشجع واتفورد بازمه قلبيه، وماركوس الونسو راح قال للحكم برضو على غرار ماتش توتنهام ونيوكاسل، وبرضو ركزنا مع ابو تريكا. ابو تريكا ما طلعش من الاستوديو، لا ابو تريكا بيقول ان هو هيكمل الاستوديو، بس معلش مش انت بكلمه محمد، معلش يعني ابو تريكا هيقول اللي هو عايزه. بص يا جماعه، احنا عندنا موقف هنا في القناه دي، الماجيكو بالصلاه على النبي يقول اللي هو عايزه، احنا بندعم الماجيكو في اي حاجه يا باشا، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه هذا تريكا ولدنا وهذا الماجيكو حقنا، ويعمل باشا اللي هو عايزه. اه باشا معلش، ما الماجيكو المايسترو برضه المغربي حكيم زياش نزل وقدر ان هو يسجل هدف الفوز لتشيلسي بعد ما الهدف الاول سجله موسم مونت برضه باسيست جميل جدا يعني. يعني شفنا لعيبه تشيلسي، هو تشيلسي احنا متفقين ان هو شغال اطراف بس، يعني تشيلسي الطرف الشمال بنشيره الغاب، جه ماركوس الونسو سد ورد بصراحه. يعني ماركوس الونسو عمل انطلاقه جميله وعمل اسيست اجمل لموسم مونت، ومونت سجل الهدف الاول. تشيلسي لبس في الدقيقه 47 هدف التعادل، بعد كده زياش من اسيست جميل من موسم مونت بيحطها بكل هدوء وبقوه، لا هي قويه بس هاديه،
اللي هو زياش قدام في الست ياردة ما بيغلطش يا باشا، عينك ما تشوف الا نور، قذيفه اي قذيفه تنشقك يا حكيم. وتشيلسي بيقدر ان هو يطلع كسبان ويبقى 33 نقطه وتحتيه مانشستر سيتي 32 نقطه، والحمد لله رب العالمين. ما حدش فينا بات زعلان، لا جمهور تشيلسي بات زعلان، ولا جمهور يونايتد، ولا جمهور سيتي بات زعلان، ولا جمهور ليفربول بات زعلان. وان شاء الله باذن الله اللي هيبات زعلان ويتم اقالته هو الاسطوره الحيه رافا بينيتيز. بس ماتشات الجوله اللي كلها تبقى في يوم واحد بتبقى ماتشات رخمه بصراحه بصراحه، يعني ده رايي الشخصي. انت ليك راي مخالف قول لي عليه، ومعلش يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك عزيزي، انا مش هطلب منك زياده، براحتك اعمل كل اللي انت عايزه، بس تذكر ابو صلاح وزياش ورياض، وعشان امانه يعني امانه لاخوك كده اعمل لايك وبلاش تشتمنا معلش.